طيب صاحبتي بقى، صاحبتك بقى، هو طبعا هي المشكله زي ما لسه بنقول، هي ليها هم واجهين لعمله واحده، يعني هي العمله هي الحياه الزوجيه، وزي ما اتفقنا انه من ساعه ما حصل الجواز بقى هم الاثنين واحده واحده. فهي نفسها ان الموضوع يتصلح او العلاقه ترجع تستقيم، ده للاسف ليس بالرغبه وحدها وليس برغبتها لوحدها، لازم هو كمان يكون راغب في كده. ولكن انا عايزه اقول له حاجه، يعني دلوقتي هو كسبان ايه؟ ما هو انا دايما بقول اللي بينكد بينكد على المجموعه بما فيها انا. يعني انا لما اجي اقول كلمه بايخه مثلا، كل واحد بيبقى عارف كويس قوي انه بيقول كلمه بايخه، انه بيقول كلمه تجرح، انه بيقول كلمه توجع، كويس جدا. عارفه انا قلت لها ايه يا دكتور؟ قلت لها ده اكيد متجوز، مش شرط لانه والله. هو الراجل وسيم وراجل يعني عنده شغل كبير ومش عارفه ايه وبيخرج كتير وبيسافر كتير. فقلت لها بصي انا شاكه ان جوزك متجوز في حراسي، فممكن يعني ممكن جدا، وممكن يكون مش متجوز بس يعني والعياذ بالله يعني ولكن هي القصه كلها انه يعني ليه طب ما يعني على فكره كل علاقه لو رغب الطرفين في اصلاحها ممكن اصلاحها، عشان نبقى عارفين يعني ايه. اي جوازه بايظه بالبلدي كده ممكن قوي تتصلح، بس بشرط ان يكون هما الاثنين عايزين. انا فاكره كويس جدا جولي في العياده، واحده متجوزه بقى لها 7 سنين وعندها 3 عيال، وبعدين جت تقول لي انا جوزي فجاه بيقول لي احنا لازم نتطلق ولازم نسيب بعض من غير اي مقدمات. يا سيدي ليه؟ طب انا فيها شكوى؟ لا انت زي الفل، بس خلاص يعني كده النصيب لغايه كده، وانا ما بقتش عايزك خلاص، قلبي اتغير من ناحيتك. فالمهم قلت لها طب عنده سعاده يجي؟ قال لي انا، قال لي روحي انت الاول. جه ثاني يوم الراجل وبعدين قلت له ايه الحكايه؟ قال لي اصلا اكتشفت ان هي مش التيب اللي بيعمل لي الاثاره، مش اللي بيرضيني. اكتشفت بعد 7 سنين جواز و3 عيال، انا اكتشفت ان انا بحب الشقر، وهي يعني سمره زي يعني زي المصريين العاديين عاديه يعني. قلت له اكتشفت كده؟ طب جوزتها ازاي في الاول وبتاع؟ قال لي ما انا ما كنتش اعرف ان انا بحب الشقر. عرفت امتى بقى؟ ايوه طبعا واضح ان هو بدا عارف يشوف افلام، فبدا افلام يشوف ولا عارف واحده شقره؟ افلام بدا الاول يشوف افلام وبعدين بدا يدور على واحده شقره. فدايما انا بقول هو ربنا سبحانه وتعالى في القران قال في كذا موضع ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات يعني ايه؟ طب تعالى كده شوف فيلم، طب التاني، طب التالت، طب الرابع، طب اتعلق بيه، طب قلبه بيتعلق بيه، طب الاثاره بتاعته بتروح ناحيته، طب بينصرف عن زوجته، طب خلاص بقى بيبتدي بقى يدور على واحده تانية، طب خلاص خرب بيته، طب خلاص شرد عياله، وهكذا. والواحد بيبقى مش عارف ان هو لا 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 ده انا امري بايدي، ده انا هي لو عايزه ابطل هبطل بكره، ده انا متين، ده انا تمام. لا محدش متين قوي ومحدش كبير على الفتن، فلازم كلنا ناخد بالنا.